يد لا تفارق الزناد، وعين تراقب المنازل والأزقة، وأخرى تراقب الركام في أقصى درجات الحيطة والتأهب، رغم أن عناصر الشرطة الاتحادية أكملوا بسط سيطرتهم على نصف المدينة القديمة. لكن المهمة لم تنتهي، حيث بدأ خبراء المتفجرات برفع وتفكيك مئات بل آلاف العبوات الناسفة والألغام التي خلفها التنظيم وراءه. التفخيخ موجود بكل مكان، يعني عندك بالعمارات، بالبيوت، عندك بالقياعين. هذه الأحياء التي يغطيها اللون الأسود وتفوح منها رائحة البارود، وتشتعل في بعضها النيران، يخرج منها من نجا من الموت، لكن بصمات الخوف ونقص الغذاء والدواء بادية على وجوههم وأجسادهم المتعبة. الجفاف كله من الجوع من العطش. ما شفتها. وفي المحور الغربي، حيث قاطع مسؤولية وحدات النخبة، فيجري الاستعداد للهجوم الأخير على منطقة الشهوان، وهي آخر مكان يتواجد فيه ما يعرف بتنظيم الدولة. توشك القوات العراقية أن تكمل آخر مرحلة في الصفحة العسكرية، لكن عمليات التفتيش عن مسلحي التنظيم وإخلاء السراديب منهم تحتاج إلى عدة أيام، بالتزامن مع رفع الأنقاض والألغام لتأمين كل الأحياء، تمهيداً لإعادة النازحين. طارق ماهر، التلفزيون العربي، من قلب المدينة القديمة في الشطر الغربي من الموصل.